تفضل تفضل. اشكركم على المعلومات القيمة. انا من كل المحاضرات والندوات اللي حضرتها عن هذه الموضوع سواء السنة او السنوات الماضية اشوف ان الاكثرية تغلب عليه عدم معرفة ما هو واجب ديوان الرقابة المالية والإدارية وما هو التقرير. أنا كصاحب شركة عندي سنويا محاسبين قانونيين وعندي محللين. المحاسبين القانونيين يعملون تطبيق والمحللين يحللون الميزانية اللي وضعت في بداية السنة ويضعوا موازنة السنة القادمة. تقرير الرقابة المالية هو في أربع بنود، في ملاحظات وفي توصيات في تجاوزات وفي مخالفات. هذه الأربع بنود الموجودة في التقرير. أكثر شيء أو أكبر بند موجود وهو الربع الأخير من التقرير هو باب كامل على توصيات العام الماضي ويشرح ماذا طبق فيها ولم يطبق ولماذا. هذا باب كامل في الربع الأخير من التقرير كل سنة. تكلمت على أن نشر هذا التقرير، نشر هذا التقرير سهل جدا. اسأل أي من النواب يعطيك نسخة، اسأل نائب دارتك يعطيك نسخة من هذا التقرير. لكن ما قاعدين ناخذه هو ما يصدر في الجرائد في الصحف، وما يصدر في الجرائد هو عبارة عن ربع الكلام، وما نقرأ هو كما يقرأ الشخص ولا تقربوا الصلاة. إنما بقية الكلام بقية النقاش هذه ما قاعد نوصل. فناخذ الشيء الاتراكتيف، الشيء اللي هو الجرائد تبغيه، لأن هذه هو الشيء اللي يكثر من مبيعاتها ويكثر من قراءها، فياخذوا الشيء اللي فيه إثارة. لكن ما هو ولماذا؟ أول تقرير صدر في 2002 كان 134 صفحة، آخر تقرير وصل إلى 720 صفحة. ما تغير شيء في الدوائر اللي في عليها الرقابة، لكن اللي تغير شيء واحد وهذا شيء مهم جدا، أنه صار الأخذ والعطاء ما بين ديوان الرقابة وما بين الوزارات والإدارات. صار ديوان الرقابة يسأل يقول ليش، والوزارة تقول كذا وكذا وكذا، وصار في تحليل للمخالفة أو للتجاوز أو لكذا أو كذا. وهذه ما قاعدين نتكلم عنها حين حتى ما أطول. ثلاث أمور لمتابعة هذه التقرير. أولا مجلس النواب، مجلس النواب وأي مجلس نواب من 2002 إلى الآن وإلى السنوات القادمة، لو ما 10 نواب بياخذون 5 توصيات و10 نواب ثانيين ياخذون 5 مخالفات وهكذا، ويقعدون عليها طول السنة ويراقبون الوزارات اللي فيها هذه المخالفات وفيها هذه، ويقعدون ويتناقشون ويا الوزير ويتناقشون ويا الوزارة على طول السنة. هذه بيؤدي إلى نتائج. الشيء الثاني الإعلام. الإعلام عند الإثارة في خلال أسبوع 10 أيام أسبوعين وبعدين انتهى الموضوع، ما يناقش شيء في الديوان في التقرير، وينتهي التقرير وينسى المواطن وينسى الموضوع وانتهى. الشيء الثالث وأنا أحس أنه هذه الأهم اللي هي من الجمعيات.
الجمعيات السياسية وحتى الجمعيات الأهلية فيها من النخب وفيها من العقول اللي يقدر إنه هو يقرأ هذه التقرير ويحلل هذه التقرير ويضع أفكار وينشر ما هو موجود في هذه التقرير سواء لأعضائه في الجمعية أو سواء للمواطن من خلال المجالس الأهلية والمجالس الـ 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 آخر نقطة عندي بخصوص الـ 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 المخالفات أو لماذا لا تصل إلى النيابة. الوحيد اللي يقدر يوصل هذه المخالفات في هذا الشيء إلى النيابة هو ديوان الرقابة حسب المادة 11 من ديوان الرقابة في قانون ديوان الرقابة له الحق أنه يأخذ أي مخالف ما دام أنه عنده أدلة كاملة بوجود جناية. لكن إذا ما في جناية ما يقدر يسوي أي شيء. وإحنا ممكن ننظر لهذه الأمور كلها كجناية لكن ما في جناية ما في أدلة وما يقدر أنه يعمل هذه الشيء. شكرا شكرا دكتور عادل. دكتور عادل بعدين حافظ. شكرا للمحاضرين على المعلومات المفيدة حول التقرير كمان قبل تقريبا احنا في التجمع سنويا تصير هالمحاضرة ونعيد نفس الكلام سنويا للأسف شديد صار لنا كذا سنة نفس الكلام يكرر. طبعا ديوان رقابة صار لحنا 14 سنة وكل مرة مثل ما يصير حديث عنه وهناك مخالفات بالمئات المخالفات الإدارية وغيرها ولكن لم نجد وزيرا استجوب، لم نجد مديرا استقال، لم تحدث أي عقوبة على أي أحد. يعني غريب أن ديوان طلع عقوبات بالهبل وبعدين ما في لا في استجوار ولا في يعني في بريطانيا لو مدير تحرش بسكرتيرته يوم ثاني يقدم استقالته. هني الفساد والخراب بالهبل لكن الكل ساكت والكل بس يلمح. ومجلس النواب كان في البداية كان عنده شوية اهتمام. طبعا الدورة الأخيرة المجلس أسوأ دورة نيابية للأسف الشديد أبد لا يهمهم حتى لا حضور المجلس ولا شيء. لماذا عدم الاهتمام بالملاحظة؟ الدولة ما تهتم بس لمدة أسبوع مثل ما قال الأخوان وانتهى ومجلس النواب نايم. لماذا؟ يعني إذا نتكرر إلى هذا الشيء المشاق راح تزيد. وإذا الحين نتحدث عن عجز في التأمينات الاجتماعية حوالي 10.8 يعني تقريبا مليار سنويا والعجز الدولة يزيد حوالي مليارين سنويا. احنا دولة شبه مفلسة خلنا نكون واقعيين والكل ساكت والكل ما ياخذ اكشن. انا ما اعرف ليش. شكرا. شكرا اخ عارف. اولا انا نشكركم على هذا الموضوع جدا مهم. بالنسبة عن موضوع الصندوق السيادي لدولة مملكة البحرين رأيت أنه يعني من المؤسف أنه يكون نصف مليار حق صندوق الأجيال. وكما تعلمون أن الآن كل شيء غالي كل شيء يعني وصل العجز الدين إلى قريب إلى 11 مليار. في تناقض في الموضوع هذا تناقض بين العجز يعني العجز حاصل 11 مليار بينما الصندوق السيادي نصف مليار. بينما لو ترى في دولة الكويت منذ قرون يعني منذ سنوات بدأوا برؤية مستقبلية بوضع ميزانية كبيرة جدا يعني وحتى السعودية أو الإمارات. والمثال بالنسبة عن صندوق التقاعد هي طبعا اعتبر صندوق التقاعد جدا مهم للأجيال يعني للمتقاعدين فيجب أن لا يمس لأن هذا راح يكون ضرر كبير على المتقاعدين. وبالنسبة عن موضوع عندي سؤال الأجانب هل مسجلين في الاشتراكات في صندوق صندوق التأمينات؟ لأن منذ سنوات ما نلاحظ أي أجنبي اللي يعملون في شركات أو المؤسسات أو الوزارات لا يعني
ممكن توضحوا لنا الموضوع، هل مسجلين ولا معفين من الرسوم هذه؟ شكرا جزيلا. ناخذ المزيد من المداخلات. ابو سلمان السيد رضي وابو منصور. ابو سلمان الدكتور جاسم. شكرا للاخوان في التجمع القومي على اقامه هذه الندوه، وشكرا للمحاضرين الاخوه الثلاثه السيد وشيماء وفي التحيات. اعتقد هاي الندوه يعني ممكن يعني منها الكلام يعني جزء من الاجابه على ما طرحه الدكتور يوسف. هذا يعني يؤشر على ان هناك اهتمام من قبل الجمعيه السياسيه تحديدا وبشكل سنوي باقامه مثل هذه الفعاليات، سواء كان عندنا هنا في الاكاديميه وكان في الاخوان في الوعد وكان عندنا في القومي. فيعني ملاحظ ان الجمعيات السياسيه لها دور للمراقبه والمتابعه وكذا، لكنها لا تملك السلطات لفرض يعني ما تقترحه من توصيات او من حلول او من اجابات. ومثل ما ذكرت انا اعتقد القوى المعارضه تحديدا والقوى السياسيه في البحرين بشكل عام لديها النطاقات، لديها الكوادر التي يعني تقدر ان تستطيع ان تحلل هذه التقارير بشكل سنوي وبشكل منصف وتقدمها للرأي العام وللحكومة والبرلمان. لكن السؤال هو، علينا أن نجيب على الأقل على هذا السؤال بصراحة، هل يعني تمتلك الجهات المعنية بالرقابة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الإرادة الحقيقية للمضي قدما فيما يطرح أو فيما يطرحه الشارع السياسي في البحرين أو الشارع العام في البحرين؟ أنا أعتقد أنه لا توجد إرادة سياسية، لازم نكون بهالوضوح نتكلم، لا توجد إرادة سياسية للتعاطي مع ما تطرحه الجمعيات السياسية وبالدرجة الأساس ما يطرحه التقرير الذي هو يطرح من قبل جهة رسمية وهي ديوان الرقابة. ديوان الرقابة قبل أن يقدم نسخه للرأي العام يقدم ثلاث نسخ، نسخة منها لجلالة الملك، نسخة لسمو رئيس الوزراء، ونسخة لمجلس النواب، وهذا يمثل يعني السلطات الثلاث تحديدا. رغم ذلك لم نشهد لا ندوة لا في مجلس النواب ولا في الحكومة ولا في يعني الجهات الأخرى تهتم بهذه القضية. في عبارة تكرر سنويا وكلكم تسمعونها، أن الحكومة سوف تتعاطى مع ما جاء في التقرير وسوف تحدد المسؤولين والشؤون وتصلح الأمور. لا بهالمعنى، وإحنا الآن نتكلم من 2002 حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة نحن في 2017، كل سنة يطلع تقرير يقدم لجلالة الملك وللحكومة ولمجلس النواب ولا يوجد أحد يتكلم في هذه القضايا، بالذات في الدورتين الأخيرتين لمجلس النواب. نستطيع أن نقول أن مجلس النواب لا يريد، مو بس ما يستطيع، لا يريد، هو يستطيع صراحة. الصلاحيات الموجودة على قلتها عند مجلس النواب يستطيع أن يفتح لجان تحقيق في كل وزارات، لكن مجلس النواب بصيغته الحالية وبالعناصر الموجودة فيه مع كل احترام لها لا تريد، ولا تريد أن تحتك مع السلطة في أقل الملفات. أنا لا أريد أن أقول أنهم أنها عاجزة أو غير كفاءة، لكنها لا تريد للأسف. وأنا في يعني كثير من الندوات اللي أقمناها في سواء هنا في الجمعية السياسية أو خارج أو في الشفافية أو غيرها، كنت أطرح باستمرار إذا كان مجلس النواب يعني لا يريد أن يعني يراقب الحكومة، فلتراقب الحكومة إذا هي تنطلق من منطلقات وطنية، تراقب أداها. هناك وزراء اليوم يعني يمشون على عكاكيس في وزارة في الوزارات، لا زال هذه الوزارات هم متهمون بالفساد في تقارير ديوان الرقابة المالية. لماذا لم يسأل هذه الوزارات؟ أتكلم بصراحة يعني إذا أساس لا نحمل الجمعيات السياسية وال يعني الرأي العام أنه متقاعس وأن جمعيات مؤسسات المجتمع المدني لا تقوم بدورها. الجمعيات السياسية لا تستطيع إلا أن ترفع الصوت عاليا. كانت الصحافة في فترة من الفترات تستطيع أن تركز على بعض ملفاتها، الآن الصحافة لا تركز حتى. مثل ما ذكر الدكتور يوسف ممكن اسبوع وينتهي المولد يعني. الان احنا امام اشكاليات حقيقيه صنعها اولا يعني تخلي السلطه التنفيذيه عن دورها وتخلي السلطه الرقابيه عن التشريعيه عن دورها في المساءله والمحاسبه. هناك وزراء لا زالوا يعني يمتلكون ناصيه وزاراتهم ولا زالوا سنويا يعني يتهمهم مباشره. التقارير التي صدرت من 2002 حتى هذه اللحظه بنفس الاتهامات دون أن يسأل الوزير أو حتى وكيل أو حتى مدير وزارة. يعني السؤال الآن الأخ يحيى ذكر في ورقته، السيد أنا ما رحت عليه بس أعتقد أن شيء ما ذكر هذا الموضوع،
يعني في نقاط تتكرر من 2002 لليوم. مثلا تجاوز الوزارات كل الوزارات، تتجاوز الميزانيات الموضوع لها من دون الرجوع للقانون. هذا يتكرر اذا تلاحظون، ولا اتحدى اي واحد ان هذا موجود من 2002 حتى هذه اللحظه. يتم تجاوز الوزارات للميزانيات، ويتم ايضا النقطه الاخرى، يتم تجاوز الوزراء والوزارات لمجلس المناقصات سنويا، ويتكرر هذا الكلام وبالملايين. يعني حتى المناقصات اللي كنا في فتره من فترات نامل انها راحت تحجم جزئيا من الفساد، لم يعد مجلس المناقصات مساله مهمه بالنسبه للوزارات لانه تم تجاوزها ولم يسال احد. قضيه الـ يعني الـ الاموال اللي مرصوده اليوم في عند الوزارات، يعني مثلا بابكو لا تدفع لوزاره الماليه، تشوفون هذا الكلام موجود في كل التقارير. بتشوفون البلديه لا تدفع لوزاره الماليه، البلد وزاره الكهرباء لا تدفع للميزانيه، يعني في الوقت اللي الناس تدفع ديالها الكهرباء بالملايين، لا تدفع هذه الملايين بصوره تلقائيه للوزاره الماليه المعنيه بتجميعها. وفي الوقت الذي تباع فيه ملايين براميل النقد سنويا والمكرره، لا تدفع يعني كثير من هذه الاموال، وهذا يذكر في التقرير، الى وزاره الماليه. اذا كيف يعني لنا ان نسائل الجمعيه السياسيه والراي العام انه مقصر؟ المقصر الان هو السلطه التنفيذيه تحديدا، والسلطه التشريعيه التي لا تراقب. انت مثلا الى مساله العجوزات المتراكمه الان اللي تقدر ب 10 مليار او ما بذكر الفون في التامينات، مثل ما ذكر شيماء، يعني هناك تقرير على الاقل اذا الحكومه نسينا كل فتره بعد حل المجلس الوطني من 75 لحتى هذه اللحظه، على الاقل نبدا صفحه جديده من 2002. قدم تقرير، يعني احنا شاركنا في هذا التقرير وتعبنا على التقرير 8 أشهر، وقدم بالحرف وبالمسؤوليه الوطنيه ومن جميع يعني الكتل داخل المجلس النواب، قدم منذ 2002 2004 لحد هذه اللحظه، وفيه ما يمكن ان يصلح او على الاقل بدايه اصلاح للتامينات، لم يؤخذ بذلك. وعدونا في جلسات التحقيق اللي صارت الوزراء انهم سوف يعملون على اعاده الاراضي واعاده الاموال واعاده الجسور واعاده البحار. يعني هل هناك من يتابع في مجلس النواب لاستعاده هذه الاموال بعد كل هذه الفتره؟ انا لا اعتقد. عندي لها نقطة أخيرة على أساس لا أطيل. الإخوان يسألون عن التأمينات الاجتماعية والحكومة. يعني من قبل فترة أنا عملت ندوة في الاتحاد العام لعمال البحرين، وأرقام الاتحاد العام لعمال البحرين وليست أرقام جمعيات سياسية تقول أن الحكومة منذ يعني إنشاء التأمينات الاجتماعية لحد الآن لا تدفع عن موظفينها الأجانب، لا تدفع اشتراكات. الحكومة اليوم عندها أكثر من 25 ألف موظف أجنبي لا تدفع عنهم الحكومة، في الوقت الذي تريد الحكومة أن ترفع سقف الاشتراكات على المواطنين البحرينيين في القطاع العام والقطاع الخاص. لماذا لا تسأل الحكومة نفسها قبل أن يسألها مجلس النواب لماذا لا يدفع الأجانب، أو لماذا لا تدفع الحكومة بأثر رجعي عن أجانب مالها من 75 لحد هذه اللحظة؟ يعني 25 ألف موظف الآن وربما أزيد يصرحون الإخوان لم تدفع عنهم الحكومة، وهذا لين على فكرة هذا ما يدفعون اشتراكات كاملة، يدفعون إصابات العجز 3%، وهذه ايضا لا تدفع وهي تقدر بالملايين. يعني خلينا نكون واقعيين، يعني على اساس ايضا نحط النقاط على الحروف، من يساءل في هذه المسائل؟ وهناك قضايا انا اعتقد الاخوان. شكرا سيد. شكرا للحاضرين والمنظمين. يعني واضح انه يعني المثل اللي يقول المال السعي يعلم السرقه، يعني عم يطبق في كثير من المواقع. يعني إذا كان كما تفضل الأخوان أنه 14 نسخة من تقارير ديوان الرقابة المالية لم يعني يرف جفن إلى أي وزير أو مسؤول بأنه يعالج القضايا التي تطرق لها ديوان الرقابة في تقاريرها، مع العلم أنه ما جاء به ديوان الرقابة هو لا يشكل أكثر من 10% من حقيقة المخالفات الفساد سما شئت. يعني احنا نتحدث اذا كان يعني كما تفضل الاخ ابو سلمان على موضوع التأمينات، طيب اللجنة اللي مال البرلمان 2006 مال الأملاك الدولية
وتحدثت عن وجود 65 كيلومتر مربع دوكيومنتد الموجودة هي ذهبت لأفراد. قيمة السوقية في هذه الفترة في 2009 و2010 تصل إلى 15 مليار دينار، وفي هناك 35 كيلومتر مربع لم يتمكن النواب من وضع أيديهم على الوثائق. ونحن نتحدث عن 15 مليار تغطي الدين العام وتزيد بعد المهنة. يعني الآن رمي المسؤولية على مؤسسات مجتمع مدني أو جمعيات سياسية أو إلى آخره، أنا في تقديري هذا لا يفيد بشيء. اليوم مجلس النواب بدل ما على الأقل يتوجه كما تفضل الشرف فيما يتعلق بصياغة أو تقدم بمقترح بقانون لحرية انتقال المعلومة ومكافحة الفساد وإلى آخره، هذا اليوم هو كل التشريعات اللي طلعها بعد 2011 هي تضييق على حرية انتقال المعلومة، وبالتالي هي مخالفة بشكل أو بآخر لمواد عزينة في الدستور. طيب السؤال المركزي أعتقد اليوم أيضا هو موضوع النظام الإداري في البلد. هل حقيقة أن موجود نظام إداري حقيقي يعني يحاسب وتجرى متابعته من قبل الحكومة؟ وين هذا النظام الإداري؟ شنو مستوى قياسا إلى 15 أو 10 سنوات قبل، 20 سنة قبل؟ يعني الناس تتطور، الكل يعرف يعني اليوم دبي طلع فرقيعة جديدة يعني على قصص المحامين والمحاسبين وما بعرف ايش، وانه 2020 ما ادري ايش بيسوون تطور في نعم 2028 عملية تطوير للإعلام بغض النظر عن الوزن، يعني كيف نوزن هذه او نقيم هذه التوجهات، ولكن هني ما هو النظام الإداري؟ هل النظام الإداري يقوم على أساس الرجل المناسب في المكان المناسب لأي نظام إداري ناجح يجب أن يقوم عليه؟ هذه كلها أسئلة جدية توجه لديوان الرقابة، إلى مجلس النواب، إلى الحكومة، إلى أصحاب القرار، إذا أرادوا أن يكون هناك بالفعل نظام إداري غير متآكل كما نشاهده ونلاحظه. بعدين أعتقد ديوان الرقابة المالية إذا ما كنت غلطان في النسخ السابقة يعني تحدث عن قصة دمج حسابات مصفات النفط مع إنتاج حقل البحرين. طيب لماذا ترفض بابكو، ترفض تطوير، ترفض وزارة المالية؟ ليش يرفضون الفصل في هذه الحسابات؟ في شيء حسابات فايدة وفي حسابات حقل، ليش يخلطون بيناتهم؟ الموضوع الأساس هو أنه لتضييق ال 700 اللي تفضل فيها الأخ يحيى 722 ألف تأخير سداد الديون إلى شركة أرامكو أيضا، يعني كيف تمت هذه كلها أسئلة. أنا أعتقد إنه الجمعيات السياسية طوال 15 سنة الماضية هي تثير نفس النقاط كما يثير ديوان الرقابة نفس النقاط. الفارق بأن نحن نجد إنه حديث عن فساد ولكن ليس هناك محسبين. النقطة الأخيرة اللي الحقيقة أريد أتحدث عنها، ما هي أولويات التقرير في الرقابة؟ يعني كما تفضل الدكتور إنه ليش تختفي ألبا فترة وتطلع فترة بأوامش، في حين إنه أعتقد إنه قصة ألبا يعني مشهورة كم أكثر من مليار دينار القصة. طب وين الآن؟ من يتابع؟ الموضوع الرئيسي اليوم ليس انه مجلس النواب يراقب او لا يراقب، اعتقد بالفعل كما تفضل الاخوان انه مساله الاراده السياسيه اذا كانت غائبه في معالجه مواطن الفساد في هذا البلد، فانا اعتقد احنا سنكرر ايضا 14 نسخه من تقرير ديوان الرقابه الماليه، وهو سيضع نفس النقاط وسيصل ستصل جرأة بعض المؤسسات لما تجرأت عليه الأوقاف الجعفرية في ردها على ديوان الرقابة المالية. قالت أنا أتحدى هذا الديوان أن يأتي
بأي موطن فساد أمن. وأعتقد الحكم ليكم إذا كان الأوقاف الجعفرية ليس فيها فساد، فمن عنده فساد؟ أبو منصور. شكرا للمتحدثين. ديوان الرقابة يعني في منحة هابط للاهتمام فيه، وهذا في اعتقادي لا، هذا ليس التقليل من الجهد اللي مبذول في من قبل ديوان الرقابة وحجم والقضايا التي يغطيها، واللي ذكر أنه بلأنا بدأ 5 صفحة وصار 700 صفحة. أود أن أقول أنه لا، يعني عدة عوامل أو عدة مؤشرات لهذا الهبوط. أولاً، إحنا لما نتكلم عن الجهة، مثلاً صدر ديوان رقابة، كيف يتم التعاطي معه؟ ذكر الأخ دكتور مشعل بعض الأشياء عن مسؤولية مجلس النواب، مسؤولية الصحافة، مسؤولية الجمعيات. هذا صحيح، لكن هذا كله في بيئة معينة. أنت يجب أن نتذكر يعني أنبه بأن في قانون العقوبات الإساءة إلى سمعة الدولة المالية والسياسية، فأنت ممكن تجيب إذا تتكلم أنت هناك في شيء يعني لازم تخليه في مخك. هل الكلام اللي بتكلمه سيعتبر إساءة إلى سمعة الدولة المالية ويؤثر على عملتها الوطنية إلى آخر؟ يعني هذا توديك في هذا تخلي الواحد ثاني شيء البيئة. لما نتكلم عن جمعيات سياسية يعني نعرف ماذا بقي من الجمعيات السياسية، وهم يتحسسون بعد رأسهم اللي باقين، يعني ما يشوفون اللي قبلهم ايش صار فيهم. نفس الشيء بالنسبة للجمعيات الأهلية أيضا، هي أيضا اليوم الجمعيات الأهلية يعني أيضا مو مثل قبل، يعني هي أيضا ترى أنه جمعيات حلت وجمعيات جملت هيئاتها الإدارية وفي ناس منهم حسبوا، والآن القيود اللي فرضت عليهم أيضا القيود سواء على الجمعية السياسية أو الجمعيات الأهلية قيود شديدة جدا، لا يستطيع أن يعمل شيء خارج. إحنا الجمعية الشفافية أحيانا نبغى نادي العروبة يقول لا ما نقدر لأنه لازم ناخذ موافقة من الشباب والمجلس، وفي الإعلان يمنع على شيء. يعني تمام إحنا جالسين جمع على الإعلامي 30 نفر، وكل واحد منا ايضا جالس يعمل تشيك يعني على يراجع نفسه، يسوي رقيب على نفسه. يجي لمجلس النواب، يعني اقوى يمكن مجلس النواب في عمال 2006 يمكن طرح مساله اراضي، وبعد بحث يعني تدقيق بالوثائق من ديوان شو يسمونه الاراضي، التسجيل العقاري والوثائق بالأرقام 65 كيلومتر مربع. والأخير المجلس طبعا بفعل ما نعرفه من تركيبة المجلس قرر المجلس أن يحيل للحكومة. طيب هاي وين تحقيق؟ وشو نتائج التحقيق هذا؟ فهذه مسائل كلها مرتبطة مع الصحافة. يعني نتكلم إحنا بصراحة بعد ما يعني كانت الوسط هي اللي تطبع ملحق من 16 صفحة على الأقل يعني تغطي ويوصف. تقول لي دكتور مشعل إنه كل واحد يقدر من النائب، من قال لك إن النائب يعطيك؟ يعني في 456 ألف مواطن لازم يروحون كل واحد، ما هو النائب ما عنده إلا نسخة، هو بيعطيك إياها وأيضا أعطينا له هو. إحنا في الشبابية بالقوة نحصل نسخة، ما حد يعطينا من النواب ولا غيره. هذه مسائل اليوم وصلت الدول، كثير من الدول، أو شيء عملي بأن يوضع هذا التقرير على الويب سايت، على ويب سايت الحكومة، ديوان أو ديوان الرقابة أيضا. أما تقول لي تعال بي طيب كيف ثم حصلت عليه أنت؟ هذا أيضا يريد مو أي واحد بيحصله بغيره، هذا يحتاج إلى نخب معينة من عندها إمكانيات ولها الحرية ولها الضمانات أن تقول
رأيها بكل صراحة وغيره وغيره وغيره. الحين مجلس النواب هذا لا لا لن يكون، احنا شايفينه رفض شيل الحكومة حتى يعني حتى يطلب بالتدقيق. لا لا يمكن. انت لما تتكلم مثلا في في, في احنا ما نتكلم عن بلدان متطورة وديمقراطية وكل شيء كل شيء، ناخذ جنوب افريقيا يا سيدي ولا فيها قبائل وعشائر ولا الحين مجتمع متخلف، زوما رئيس جمهورية يعني كلكم. لكن عندهم نائب عام قوي امرأة على فكرة، وضعت تقرير وقالت لي انت اخذت من ميزانية الدولة 25 مليون 25 ولا شيء يعني ما اخذتها لبني فيها مبان مبالغ. هاي زوما سقط المرة في انتخابات المؤتمر الوطني الافريقي ازاحوه، وبيجي رئيس جمهورية رئيس جمهورية ورئيس طبعا الحزب ماكرون. ماكرون على فكرة ما يقول ان الفساد ما يصير في البلدان الغربية والديمقراطية، يصير ويصير بالماء، لكن لما يكشف ما في ما في مزح. ماكرون يمكن سمعتوا انه احتفل بعز زواجه في قصر او في الريف وغيره، في طلع رأسا طلع تصريح قال نعم لقد استأجرت قاعة ودفع فيها مدري كم من ألف من مالي الخاص. هذا رئيس جمهورية فرنسا اللي قرية منهم سووا ميزانيتهم. فأنا أعتقد اللي طرحه الأخوة هو لا يكفي إن شيء نظري إنه يكون موجود، بس مو معقول إنه ملاحظات كل هذه الأموال المهدورة تصير يا تجاوزات أو مخالفات أو ملاحظات. لابد أن يكون في فساد في الموضوع، ولا كيف وصلت للبلايين؟ يعني كلها عن حسن نية ضاعت الفلوس أو ضاعت أو كس حققت مكاسب أو غيره. فأنا في اعتقادي كلنا نعرف إحنا البيئة اللي إحنا الوضع اللي إحنا فيه، وأنا في اعتقادي هذا شيء طبيعي أن يكون الاهتمام به يتراجع في غيره، وإحنا نأمل يمكن في الشفافية نشعر نفس الشيء، نطلب لناس الآن صاروا يترددوا إن يشاركوا فيه. لكن بس علينا نقول ما هو متاح، هذا هو المتاح. شكرا. دكتور جاسم وبعدين أبو الشريف. سؤال الأخ السيد شرف الوصوي أبان، وهو هل جمعية الشفافية راضية بالمستوى الشفافية والمعلومات تصدر في التقرير أمر الشفافية لجمعية رأي آخر؟ ومثل ما طرح الأخ منصور اللي موضوع توفير التقرير على الموقع يكون عامة الناس يطلعون، وهذا لازم يكون له رقم ولا ISBN نمبر، ويكون هذا طبيعي لكل شخص يعني مع صدور التقرير، وإلا ما راح تعمل فائدة. فكان في موقف للجمعية. السؤال الآخر طبعا للمحاضرين جميعا، أشرت إلى ما موضوع العزل الاكتواري. إمام فخرو قبل كم يوم كان عنده تصريح قال من العزل الاكتواري 11 مليار دينار وأصول التقاعد 3 مليار دينار، يعني قال إن أي واحد يشكك في الأرقام هذه من أرقامها يعني غير مطلع. الكافور على ما ذكر الأخ جمال فيما يخص 11 مليار و 3 مليار. شكرا. أبو شريف شكرا للأخوان المنتجين، وشكرا لتقدمي والقوم. بسرعة العزل الاكتواري في حسابات الهيئة في 2000 غير تأمين 2016 كانت 10.5 مليار دولار دينار، يعني عندهم حوالي 13 مليار ونص التزامات اكتوارية مقابل 3 مليار تقريبا أصول تبقي عندها. أيضا سريعا على الأخ شرف في موضوع الصندوق الاحتياطي للأشجار، ترى على فكرة احنا ما حد فينا يدري وين الفلوس هذه. ما في شيء اسمه فلوس منعزلة، هذه انعزال الفلوس هذه في الورق. في الحقيقة كلهم ينحطون في السلة واحدة، والسلة واحدة مرات الحكومة يديرها وزارة المالية أو يديرها البنك المركزي. البنك المركزي الآن عندنا احتياطيات الأجنبية، احتياطيات الأجنبية كلها مع البنك المركزي قبل سنتين وثلاثة 700-800 مليون دينار تقريباً.
احتياطي مجاني، يعني هل معقوله انه البنك المركزي كل احتياطي كل اللي عنده هو فقط احتياطي مجاني؟ فاحنا فعليا ما ندري عن الموضوع هذا. والحديث دائما عن ان العائد منخفض، العائد منخفض، يا جماعه عائد سواء كان صناديق التامين الاجتماعي او الاجيال او غيره مرتبط بالريسك، مرتبط بالمخاطر. تبي تحطها في ودائع حكوميه ابو ثلاث اشهر لاذونات خزانه 3% الحين تجيب لك، تحطها حكومه 10 سنوات 7% تجيب لك، تحطها حكومه امريكيه بتجيب لك 2%. تقارير الرقابه الماليه بشكل اساسي مسيشه منذ البدايه. ديوان الرقابه المالي يعني اعتقد هو له سبب محدد، ليس بالضروره الكشف، ليس الكشف عن الفساد الكبير، الكشف عن الفساد الصغير غير مسيطر اللي يريدون يسيطرون عليه. الديوان يتحدث مؤخرا عن قضايا كبرى، ما كان يتحدث عنها العجز الدين العام والعجز والعجز الاكتواري والى اخره. الان بدا يتحدث عنها، كان قبل احنا نتحدث انه غالب قضايا الديوان الكثيره اهتمام المواطنين يمكن غالبا بتكون في حدود اللي احنا نسميها ذلين القضايا بالاف عشرات الالوف يمكن ملايين، بس ما يروحون حق قضايا مئات الملايين والوف الملايين. وهو يتحدث عن موضوع الدين العام والعجز الاكتواري، ما يتحدث عن اسباب تفجر الدين العام. يعني جمال مرو يتحدث من عده سنوات، ليش تسلفون يا جماعه اكثر من انتم عندكم فاض وتسلفون وتسلفون اكثر من عجزكم؟ لا تغيير الرقابه الماليه ولا الحسابات الختاميه للدوله تبين التحرك في قضيه الدين العام، بمعناها انت بديت دين عام الكثر، عجزك الكثر، سلفت الكثر، سددت الكثر، هذا اللي باقي، ما في احد يتحدث في هذا الموضوع، وهذا الموضوع مسكوت عنه لان في 6 مليار دينار اختفت. احنا نعرف كلنا الاسباب اختفت وين، لكن يعني هذا لا ديوان الرقابه الماليه ولا الحساب الختامي لوزارة المالية يتحدثون عن الموضوع. هذا مرة أخرى تسييس ديوان الرقابة المالية، مش مطلوب منه يكشف يتحدث في التفاصيل، فهذا موقف سياسي في ديوان الرقابة المالية. إذا ديوان الرقابة المالية مؤسسة سياسية مش من هالناحية، ليس مؤسسة مهنية، مهنية فقط فيما مسموح له، فيما غير مسموح له فهو مؤسسة سياسية. ايضا كان ذكر قضايا فساد كبيره مثل املاك الدوله ما يذكرها ديوان الرقابه. اكبر ميزانيات الدوله موجوده حوالي مليار دينار بين المؤسسات العسكريه والامريه غير المصاريف السريه، مليار دينار خارج نطاق عمل ديوان الرقابه الماليه، تكلم فوق 30% ديوان الرقابه الماليه ما له علاقه اصلا بالموضوع، ما يقدر يفتح دفتر في هذا الموضوع. المشكلة الأساسية اللي يعني أعتقد أنها هي باختصار الديوان لا وظيفة محددة، يكشف الهدر والفساد المطلوب الكشف عنه لأنه غير مرخص به هذا النوع من الفساد، والتركيز على أخطاء أفراد وليس على خطايا منظومة سياسية. يعني مش قضية منظومة سياسية مؤسسية، المؤسسة تقول لك ها ديوان يشتغل وفي عندنا كشف إلى آخره، وهذه قضايا في النهاية قضايا أفراد يرتكبونها. مشكلة أساسية إحنا يعني هذه شفافية دولية من زمان نتحدث عنها، أنت تحتاج نظام نزاهة وطني، باكج كامل عشان تعالج موضوع الفساد، ما تستطيع تعالجه من ديوان رقابة في نهاية المطاف هو غير مستغل، أنت بحاجة حريات، صحافة، في حاجة انفستيجيتيف جورناليزم، يعني صحافة استقصائية موجودة تروح يمسك قضية وتروح تبحث في هذا الموضوع، في حاجة. اليوم صحافي يبي يدخل يحط يده في عش الدبابير يمكن ينقطي ما حد يدري عنهم وين بيروح، اي تهمه ممكن شو اسمه تلبسه. فانت بحاجه الى حريه صحافه، حريه اعلام، تحتاج ان الناس يقدرون يحتجون ويطلعون والى اخره، تحتاج احزاب سياسيه حره غير مقيده، تحتاج ديوان رقابه مستقل، تحتاج برلمان كامل صلاحيات يستطيع يعزل الوزير. الان عندنا البرلمان عشان يعزل الوزير يبي له سلفين غير السيولات اللي حطوها الحدود اللي حطوها النواب في اللائحه الداخليه مالتهم. طرح الثقه في الحكومه تحتاج انه يكون موجود عنده، تحتاج نظام قضائي، يعني ما اتكلم عن نظام قضائي تعرفون مخاطر الموضوع، لكن اليوم حتى ما نستطيع ان ننتقد احكام القضاء. يعني باختصار انت بحاجه الى يعني ما عندنا مفهوم وجود حقيقي لمفهوم استقلال السلطات. ولا موجود هناك
تنافس في برامج، يعني معارضة تطرح برنامج أنت فعليا ما تنافس الحكومة بشيء، أنت تطرح برنامج أنت لن تصل إلى سلطة، لن تصل إلى موقع اتخاذ القرار، أنت تطرح برنامج بس حق تقول حق الناس ترى في شيء ثاني، في رأي ثاني غير هذا الرأي، لكن هذا الرأي ترى ما له قيمة على أرض الواقع لأنك أنت لا تستطيع أن تتخذ قرار في هذا الرأي. هذه باختصار ما هو موجود عندنا، هو غياب دولة المؤسسة ودولة القانون، وبدون هذه كل سنة بيجينا تغيير رقابة وبنتحلطم وبننتهي إلى شيء 14 سنة والجاي نفس الشيء. شكرا. دكتور جعفر حمار، في أحد بعد غير الدكتور؟ في مجيد. الأخ مجيد. زين كل أخ مجيد آخر المتحدثين وبعدين نعطي مجال للردود. تفضل دكتور. أرجع وأشكر وأقدم الشكر التجمع القومي الديمقراطي على هذه الندوة والمحاضرين الكرام على ما تفضلوا به من معلومات قيمة، استمتعنا بكل هذه المعلومات، ولو أن التقرير بحد ذاته لم يأتي بشيء جديد غير المخالفات والتجاوزات، ولكن ودي في الواقع أنتهز هذه الفرصة وأقدم الشكر لمن قام بكتابة هذه وإعداد هذا التقرير، فلولا هذا التقرير لم نكن نعرف المخالفات في القطاع العام والمخالفات والتجاوزات، ولو أنه سمى هذه المخالفات بالمخالفات والتجاوزات، ولكن هذا التقرير يأتي بمعلومات جيدة على الأقل هو من التقارير النادرة في البحرين التي قد نستفيد منها جميعا في تقييم العمل والوضع المالي ومدى استغلال واستخدام الأموال الميزانية العامة. أعتقد هناك طبعا تفضلت الجميع حتى المحاضرين بشرح وتقييم هذا التقرير من خلال المخالفات والتجاوزات. أنا ودي لو أصحاب أو من يعد هذا التقرير ودي يأخذ خطوة إضافية ويقيم السياسات القرارات الاقتصادية. أنا أعتقد هذه المصروفات جاءت بناء على قرارات اقتصادية، بناء على استراتيجيات اقتصادية. هذه السياسات أدت لنا منذ عقود من الزمن لم نرى غير يعني عجز والنتائج التي أدت إلى الوضع المالي الآن، وضع مالي صعب، الدين العام، كل نتائج إلى والوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه الآن وانحدار في المستوى المعيشي، وما نتوقعه جميعا في السنوات القادمة قد يكون أسوأ بكثير. هذه نتيجة أنا أعتقد لسياسات اقتصادية كانت يعني تحتاج إلى تقييم، نحتاج إلى تقييم. أنا أعتقد كل هذه السياسات لم تكن فعالة جدا ولم تؤدي على سبيل المثال إلى سياسة إلى تنويع مصاري الدخل الذي كما ذكرناه سابقا صرفت أو خصصت لها أموال هائلة منذ السبعينات إلى الآن، ولم نرى إلا فقط 10-15% وهو إيرادات غير نفطية. أنا أعتقد تقييم السياسات بالإضافة لهذا التقرير، نحتاج إلى فعلا تقييم القرارات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية التي ودتنا أو أخذت الاقتصاد إلى اتجاه غير منتج وغير مثمر. هذا ما أردت أقوله باختصار. شكرا. أبو مجيد. شكرا. وشكرا لكل يعني المتحدثين على أوراق القيمة جدا والمداخل اللي لا تقل أهمية لرفيقة أبو شيماء. يعني ما بقى عندي شيء بعد كل ما طرح إلا ثلاث نقاط على السريع. يعني ممكن أقول الأولى إن إحنا بالتأكيد مو هواة إن يصير فساد ونروح نصلح الفساد، هذا مهم جدا، بس الأهم هو درء الفساد.
البيئة لا تسمح أو تحل من الفساد. وهاي طبعا مهمة تشريعات والنظم اللي لحد الآن ما وفق فيها مجلس النواب، ومهمة سامية تطرح أمام النواب القادمين. نقطة مهمة في هذا الجانب أثارها أستاذ شرف هو الرقابة المسبقة التي تحول دون أيضا الارتكاب الفساد أو الانحراف عن الأصول. النقطة الثانية حول مسألة العجز الاكتوالي، يعني هذه المسألة أنا أعتقد يجب أن نقاربها بحذر شديد جدا. كان بشيء ما شوي أشار، أي مشكلة أنت تريد تعالجها لازم تعرف حجمها. إحنا حقيقة رغم كل الأرقام اللي تنشر لا نعرف حجم هذه المشكلة، وفي أحيان كثيرة تطرح المسألة كفزاعة لتمرير إجراءات اجتماعية قاسية لاحقة. فهذه في حاجة طبعا إلى معرفة حقيقة، وهذا مش سهل لأن الحسابات الإكتوارية من أعقد الحسابات، تدخل فيها متغيرات كثيرة جدا وإسقاطات مستقبلية كثيرة. الواحد يتعجب بالنظرة العامة، عادة بلدان تعامل من عجز إكتواري هي اللي فيها فئة قليلة من المجتمع تعيل أكثرية. احنا المجتمعات الشايخة اللي فيها كبار السن اكثر، احنا عندنا مجتمع شاب في عمومه يعني. فبهذا بس هذه بروح تكفي منطقيا اقول يعني العجز الطوارئ يجب ان يكون بعيد عن. لذلك في شيء اخر ايضا في ناحيه العجز الطوارئ، بلدان مثل بلدان النفطيه اللي عايشه على ربيع النفط وروح مباشره الى داخل الدوله، هذه ايضا يجب تكون مسؤوله عن سد اي عجز من الناس تتحمل، من نستخدم العزل لتمرير الاجراءات. هذا ايضا شغل انه ان يكون في ضمانه دستوريه لضمان صندوق التقاعد انه محتفظ بقدراته والتزاماته بغض النظر حتى عن الاساسه على السريع اللي هي قضيه الاستثمار. ايضا هاي المسألة لازم تحفظ نجيها، لان ما يجب ان نسعى للاستثمار للعائد الاكثر، العائد الامن، لان هذا ملحم ويجب ان ما نخاطر فيه في مضاربات. خلي يكون العائد اقل ولكن ثابت من جهه ومضمون من جهه اخرى. شكرا جزيلا على كل هالمداخلات القيمه. وفي الحقيقه نسمع تعليقات سنة الشرف والأخ يحيى على لكم سامي. أنا ثلاثة وأربعة علقوا على شيء أنا قلته، فأنا بغيت بس قصيرة بس أرد، لأن يمكن أنا ما فهمت ما لا هي كانت واضحة لا ما يعني ما لا 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 تعليقات الأخوان إن إحنا قاعدين نأدي دورنا، ولكن يعني هذه الجهود كلها ضايعة. لا مو هذه اللي قصدتها، هاي اللي تقصدونها انتم. تفضل. انا يعني بالاضافه الى ما ذكره الاخوان بالنسبه للاستاذ مشعل، انا احب اضيف بعد ايضا على رد على ملاحظتك دور مؤسسات المجتمع المدني واتكلم عن الشفافيه. لو ترجع الى الصفحه الالكترونيه للجمعيه بتلاقي عندنا سنويا نهد ندوه جلسة حوارية نناقش فيها تقرير، وكل سنتين نناقش الميزانية. إذا يسمح لي الأخ أذكر آخر تقرير آخر مشاركة لأنه وش قلت أنا ما مش معني نظارة، يقول الأخ جعفري خوفي على الأجيال المقبلة، هناك تجاوزات صعبة اكتشافها. هذا يعني من ضمن الكلام، إحنا نقوم بدورنا، وبالمناسبة نرفع توصيات إلى مجلس النواب، وحتى فيما يتعلق بالميزانية العامة أتذكر بمنصور آخر مرة أيضا قيل لنا أن توصياتنا نوقشت في اللجنة ولكن لا يتم استدعائنا هذا. وهالسنة عندنا حلقة حوارية
بتصير يوم 22 جانوري 2018 وراح نعلن عنها ان شاء الله. عندنا تقريبا 5 متداخلين، 5 اوراق رئيسيه. حول تقرير طبعا حول تقرير تيم الرقابه الماليه. بالنسبه للاخ ابو مجيد يتكلم عن خلق بيئه. احنا وانت كنت ويانا في مجلس الاداره ابو مجيد، يعني خلق البيئه هذه من متى احنا نتكلم فيها؟ على الاقل كنا جاب دين ومراسلات وشاركنا مع مجلس النواب في مناقشه بعض القوانين لانشاء قانون هيئه مستقله لمكافحه الفساد وقانون نتكلم عن النواب رد على الاخ جاسم يقول هل احنا راضين عن التقرير؟ يعني هذا الحد الادنى احنا راضين عنه، يا ريت هاي الحد الادنى وهالوارد في الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية يتم الاستفادة منها من قبل السلطة التشريعية، وهي تحديدا مجلس النواب. السلطة التشريعية اللي يمتلك السلطة الرقابية على أداء السلطة التنفيذية يستطيع من خلال هذا التقرير مثل ما ذكر، يمكن أنت ما حضرت في البداية وقارنت مع ما حدث في الكويت، يتم تقديم مشاريع قوانين انطلاقا مما يرد في تقرير ديوان الرقابة المالية ديوان المحاسبة عندهم، يتم إجراء تحقيقات واستجوابات انطلاقا بما يرد من ملاحظات موجودة في تقرير ديوان المحاسبة الكويتي. وأنا أشرت إلى تقرير إلى استجواب وزير المالية في سنة 86 وفي النهاية شالوه من الوزارة وإلى آخر بعد طرح الثقة. صندوق الأجيال القادمة الأخ إبراهيم، صح هناك فرص كبيرة ممكن تعطي عوائد استثماريه اكبر، ولكن احنا لا نطمح لها اللي فيها مخاطر مثل ما قال ابو مجيد، لا احنا نطمح ان يكون هناك استثمارات ذات عائد اعلى من 2% اللي هي في النهايه فوائد ثابته على مدى سنه او الى اخره. هناك استثمارات واستثمارات مطمئنه وما فيها مخاطر عاليه، مخاطرها قليله جدا وتعطيك عوائد اعلى من اعلى حتى من 3.5% سواء كان في السوق المحلي او كان في السوق الدولي. وهناك يفترض ان هناك جهاز يتعلق باستثمارات الاموال المتاحه سواء كان استثمارات اموال الاجيال القادمه او استثمار اللي هو التامينات الاجتماعيه والاخر، هذه كلها تعطي عوائد ليست بالمستوى المطلوب 1.7 الى 2% على عوائد التأمينات الاجتماعية ليس مرضي. متى ممكن تغطي العجز الاكتواري أو تساهم هاي الإيرادات في تغطية العوائد الاستثمارية في العجز الاكتواري إذا بقينا على 1%؟ هذا يعني بالنسبة على الأقل هناك فرص أفضل منها. هذا ما عندي. آخر نقطة إلى الأخ عبد النبي، تم تشكيل لجنة برئاسة سمو رئيس ولي العهد لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة التنسيق سموها، واحنا في السنة الأولى اللي تم تشكيل فيها اللجنة على ما أعتقد 2015 منصور تم استدعائنا وحضرنا في لقاء أو اجتماع عمل مع مدير مكتب سمو ولي العهد وأعطينا وجهة نظرنا في الخطة اللي طرحوها وملاحظاتنا، وهذه كانت خطوة جيدة أنهم شاركونا على الأقل كجمعية متخصصة أو في مجال عملنا هذا. متى دينت اللجنة هذه؟ شكراً. هي المشاركة الأولى والأخيرة. شكراً. يعني أنا بعلق يعني على اللي أنا أشوفه أهم القضايا اللي موجودة في التقرير، يعني وهي قضيتين أساسيتين هم الدين العام والميزانية العامة للدولة والتأمينات الاجتماعية. يعني في اكثر من سؤال كان عن التامينات الاجتماعيه. اول شيء احنا يعني انا اعتقد ان احنا عاجزين عن ان احنا نقيم الوضع المالي الحقيقي للدوله، لان انت اي شركه يعني بتقيم وضعها المالي تحتاج تطالع البيانات الماليه كامله. البيانات الماليه هي يعني ما اعرف الاسامي بالضبط بالعربي، الانكم ستيتمنت، الكاش فلو، البالانس شيت والنوتس. انزين احنا للبلد كله ما نشوف الا الانكم ستيتمنت، كم الميزانيه والمدفوعات وهاي. زين شلون انا اعرف وضع البلد الحقيقي؟ انا قاعد اطالع وضع سنوي بس منفصل منقطع، قاعد اشوف فيه عجز وما اقدر ابني عليه يعني شيء حقيقي او راي صحيح. يعني
وفي النهاية هذا يعني يرجع إلى نفس الموضوع، الشفافية، ومو بس شفافية، هذا يعني يغطي أكيد على يعني أشياء واجد يعني قالت مر من وراء وتبين في الأماكن الثانية في الستيتمنتس الثانية. التأمينات الاجتماعية يعني أعتقد إحنا في آخر 4-5 سنوات سوينا واجد ندوات عن الموضوع وتكلمنا ونبهنا إلى الخطر، وبس ما في أحد راضي يجاوب. يعني للأسف يعني القضية جدا مهمة وحساسة، يعني ما بتأثر بس على الأجيال، على المنظور القريب بتأثر بعد اللي بيقعدون خلال سنة ممكن تأثر عليهم، فبحاجة إلى التفات، بحاجة إن إحنا يعني الناس تعطي اهتمام أكثر، مؤسسات معنية تعطي اهتمام أكثر. مسألة العجز الاكتواري هو يعني الدراسة الاكتوارية هي دراسة تتوقع الوضع المالي للصندوق بعد سنوات في المستقبل بافتراض، يعني بدراسة الافتراضات الموجودة والتوقعات المستقبلية. أنا يعني أعتقد أصدق العجز الاكتواري، لأن كل اللي صار من تأسيس الصندوق والتعديلات اللي صارت عليه بتوصل إلى هاي النتيجة، سواء اختلفنا في الأرقام والافتراضات والهذا، بس النتيجة حتمية. يعني لأن إنشاء أي صندوق يعني التأمينات الاجتماعية محتاج إلى مبني على دراسة اكتوارية أساساً. إنزين أنت صارت الدراسة الاكتوارية وحطيت القانون ومشيت عليه وجيت غيرت، شلت الأجانب ما يدفعون، بعدين الحكومة ما تدفع بالنسبة اللي على موظفينها الأجانب، بعدين سويت التأمين التقاعد المبكر والحكومة من يعني شوف هاي كل الأسباب اللي قلناها مربوطة بالحكومة، التقاعد المبكر أزيد يعني طرف مستفيد منه هو الحكومة اللي تجبر الموظفين على التقاعد المبكر وطلعهم باكيجات وترهق الصندوق. ويوم ما تكلمنا فيه النتيجة العجز هي نتيجة حتمية يعني اللي صاير، خلينا نختلف نقول 10 هي 7 6 5 بس العجز موجود، وهذه قضية حقيقية ومهمة ولازم نلتفت لها. المشكلة في الموضوع الحين ان العجز قاعد يتزايد بشكل مو طبيعي، يعني 2.5 مليار من 2015 الى 2016 اكبر من العجز اللي موجود في الدولة، يعني رقم رهيب. يعني مسألة الاستثمار تراويك جدية الحكومة، مسألة العائد المتدني صار لي سنوات والسبب واضح، مو سبب واضح احنا نعرف الأسباب، يعني أسباب كثيرة، ولكن السبب الأساسي اللي الحكومة تقوله والهيئة تقوله انه في جزء معين من الأراضي لم يتم استغلالها واستثمار زلمتها، يعني بنستثمرها أكيد سنوات تطوف، وكل سنة 2.5 مليار في سنة واحدة هو العجز، مقابل أن أنت التقرير نفسه الأسباب مذكورة في العام أو العام واللي قبلها بدون أي تحرك. اللي يعني أخلص لي أن الحكومة ما عندها نية الإصلاح، وأحد الأسباب الأساسية أن وجود شبكة كبيرة من المنتفعين والمستفيدين في كل الأطراف في كل مكان موجودين دلين الناس فيها مصالح سياسية، وهذين يعني شكلون عقبة كبيرة يعني ما تقدر تتجاوز، وهذا إلا إذا كان بالإمكان إن أنت تسوي محاسبة سياسية، هاي النقطة الأولى. بعدين أو في التوازي بعد محاسبة في الجانب المالي. شكرا. شكرا شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذ شرف والأستاذ يحيى، وكما نشكر المتداخلين حقيقة مداخلات جدا مهمة، كما نشكر لكم حضوركم، ونتمنى أن نلتقي معكم العام القادم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.